شكرا لكم انتوما، شكرا لكم لانكم جيتوا درتوا التغطيه لهذا الحدث المتميز. شكرا للفنانه اللي عطاو من وقتهم، وكاين اللي خلال الخدمه ديالو وجا تنعرفوا ان نهار السبت الفنانه كيخدموا بزاف خصوصا لو سوار، فكل شيء خلال الخدمه ديالو جا اليوم باش يساند الفنان. كاين بعض اللي ما جاوش مع الظروف طريقه يمكن، فكنشكر ايضا الجمهور المغربي اللي جا باش يساندنا ويساند هذا الفنان، وكنتمنوا يا ربي الشفاء العاجل للفنان ميمو الوجدي ورجع الاسره ديالو الصغيره والكبيره اللي هي الجمهور المغربي. شكرا لكم. بالنسبه للمشاركه كانوا استدعونا من الصراحه من الاوائل، وهذا عمل يعني تطوع خيري، يعني نورمالمون غادي يشاركوا فيه، خصوصا ان فنان بحال ميمون تعرفوا غني عن التعريف، فنان وازن الساحه الفنيه. والحمد لله حنا كشباب راه خصنا ندعموا اي واحد في هذه الحاله. كنتمنى ماشي الدعم ماشي يكون مع التضامن، يكون في هذا المجال الفني. المغاربه خصهم كامل التضامن اصلا في اي مجال. كنتمنى ان الناس تكون ديما كتضامن مع خوتها، هذا هو الاساس. شكرا. هو الحفل في حد ذاته هو تكريم الفنان ديالنا سي ميمون والفنانه كلهم المغاربه، وتكريم الاغنيه الوجديه. فاحنا كفنانه في بعضياتنا في التكريمات ولا في حال هذه اللحظات كنكونوا مادين يدينا. فهذه في حد ذاتها سهره تكريميه للاغنيه الوجديه، لان من خلال سي ميمون وبعض العناصر اللي كانوا في هذاك العهد اللي من خلالهم عرفنا الاغنيه الوجديه ديال الري، دخلت بحال الشاب كمال وبحال رشيد بالرياح وبحال سي ميمون واستمتع. فجاء ما كاين اشكال، واخا حنا في الداخل نديروا التكريم واحد الفنان كنبقاو مغاربه وحنا محتاجين لبعضياتنا لا في السراء ولا في الضراء. تبارك الله عليكم. شكرا. مساء الخير جمهوري الكريم، مغاربه الاحرار، المواطنين، الفنانين. اليوم حدث جميل جدا، وهو اليوم تضامني مع الفنان الكبير ديالنا ملك أغنية الري الشاب ميمون الوجدي، اللي هو الآن في حالة حرجة صحية. ويعني تنشكر جميع الفنانين اللي تضامنوا معنا وداروا معنا هذا الاتحاد، يعني باش نوقفوا بجنب هذا الفنان. وهذه ما هي إلا بادرة أولى للبادرة الإنسانية الفنية اللي خصها تكون، باش نكونوا يد في يد احنا جميع الفنانين المغاربة. لأن هاد الحالات اللي كتوقع لبعض الفنانين ممكن أي فنان يتعرض لها. وتحياتي الخاصة والشكر الجزيل لجريدة أصوات اللي تحت لي هاد الفرصة باش نقول الكلمة اللي خبيتها في قلبي هذه سنين، وهي الاتحاد قوة. شكرا. وكنشكر هاجر الجميلة الإعلامية اللي كنت نبئ لها بمستقبل كبير إن شاء الله في المجال الإعلامي. وشكرا للطاقم الإعلامي ديال جريدة أصوات. شكرا. تنسوش تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس أسفل الفيديو ليصلكم الجديد.